أكد السياسي المستقل عزة الشابندر أن خارطة السياسية المقبلة ستشهد تغييرا من خلال تطبيق الأغلبية السياسية. التحالفات التي ستأتي بعد الانتخابات لا تختلف كثيرا عن التفاهمات التي هي حاصلة وتحصل قبل الانتخابات. في تقديري أنه العراق غادر الخارطة السياسية التي رسمت له، وهو أن تكون الساحة موزعة على مكونات طائفية وعرقية، العراق شيعة وسنة وأكراد. راح ننتقل اليوم إلى خارطة جديدة. تقديري المشهد ماشي باتجاه الأغلبية السياسية، وهذا حلم العراقيين. الأغلبية السياسية راح تلغي الطائفية والعرقية، راح تلغي ضيق الباب على تدخل الأطراف الدولية والإقليمية، راح تنهي المحاصصة، راح تنهي الفساد، لأن هذا كله هو يجر بعضه.